السلام عليكم خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، كيما ديما كل جديد. جيت بارطاجي معكم الخوت واحد الموديلات تاع جوردان وليبرون، كاين واحد الغيديكسيون جيت نبارطاجي معكم الخوت. هاد جوردان هادي الخوت دايره 62 ديال 63 اورو، كما كتشوفوا الديزاين تاعها زوين، كاين في كاع لي طاي. كاين هاد الرينين، خمسة وثلاثين أورو، كاين كاع في لي طاي. بغيت بارطاجي معكم الخوت واحد هادي ديرة 70 أورو، 70 أورو جوليتا. أصلا كانت ديرة 100 أورو ولا ديرة 70 أورو. الناس اللي غيسولوني على المغازا فين جات، غنخلي لكم لي ديتاي لتحت. هادي كانت دايره 100 اورو ولا دايره حتى هي 70 اورو. خدت هادي احمر البيض، هادي كذلك 63 اورو. اشحال كانت دايره؟ كانت دايره 90 ولا دايره 63. خوت بالنسبه لهاد السلعه هادي انا ما كنصيفطهاش، هي ديجا مسولديه، يعني انا شحال غادي نصيفطها لك للمغرب ولا شحال غتوصلك. انا غير بغيت نبارطاجي معكم الاثمنه هنايا، يعني اللي عنده شي عائله هنايا في باري ولا اصدقاء ديالو في باري يتكلف لي هو. هادي كانت دايره 120 اورو ولا دايره 84 اورو. كيف قلت لكم الخوت، هاد السلعه هادي ما كنصيفطهاش حيت هي اصلا 100 مسولديه. غير بغيت نبارطاجي معكم هاد الموديلات هادو، في نفس الوقت نقول لكم فين جات المغازا، يعني اللي عنده شي عائله شي اللي عنده شي عائله شي اصدقاء بغا هو يتكلف ليه مرحبا، انا اللي عليا ونوصل لكم المعلومه حتى لعندكم. وفي نفس الوقت نوصل لكم الاثمنه هنا شحال دايرين مقارنه مع القريعه. الناس ديال المغرب هادي كانت دايره 125 اورو ولا دايره 85 اورو. ها هي هنا قال لي طاي فيها. هادي كانت دايره 130 اورو ولا دايره 90 اورو. ها هي 90 اورو، يعني غير باش تعرفوا الاثمنه ديال اوروبا مقارنه مع الاثمنه ديال المغرب، سواء في البوتيك الاوفيسيال ديال المغرب سواء في القريعه. الثمن ديالها كانت دايره 110 ولا دايره 75 اورو. يعني الغرض من هذا الفيديو هذا غير نوصل لكم المعلومه والاثمنه شحال دايره مقارنه مع القريعه كيف قلت لكم.
هاد الاير ماكس هادي كتشوفوا دايره 104 ولا كي راه كانت دايره 150 ولا دايره ها هي 105 اورو. هادي حتى هي كانت دايره 140 اورو ولا دايره 98 اورو. هاد 95 كان دايره 180 اورو ولا دايره 125 اورو. يعني كاين السول تقريبا بنسبه 30% 30-35%. كيف قلت لكم الغرض ديالي انا من هذا الفيديو هذا غير نبارطاجي معكم لي موديل وفي نفس الوقت تشوفوا الاثمنه كيفاش دايرين هنايا في اوروبا وشحال دايرين في المغرب بلا ما ندوي على القريعه. بطبيعه الحال قريعه كشري انت وزهرك تقدر تاخذها دوريجين تقدر تاخذها ماشي دوريجين. ما غاديش نقول لكم القريعه ما فيهاش الدوريجين ولكن غادي نقول لكم راه القريعه فيها الدوريجين وما فيهاش الدوريجين. 100 اورو هذه ما فيها لا ريديكسيون لا والو الخوت. القريعه الخوت باش نصحح لكم هذه المعلومه باش ما يجيش شي واحد يلوح ليا شي كومونتير ولا شي حاجه. الا كنتي غتشري من القريعه عرف اش كتشري. عندي صحابي عندي صحابي كيديروا الدوريجين في القريعه وكاينين شي وحدين ما نضمنهمش ليكم. واحد المعلومه نوصلها لكم الخوت هذه دايره 140 اورو ولا دايره 98 اورو. باش نوصل لكم واحد المعلومه الخوت في القريعه ف راه كاين جوج الحوايج في الحوايج كاين جوج كاين الدوريجين وكاين الميطاسيون. ما كاينش شي حاجه سميتها الهاي كوبي ولا الهاي كوبي راه يعني راه مدرحه. ما كذبش عليكم شي واحد يقول لكم هاي كوبي تسحبوا شي حاجه هاي كوبي يعني راه مدرحه غير هو المدرح فيه كاليتي. شحال دايره هادي دايره 140 اورو ولات دايره 97 اورو. غتقول لي كيفاش الهاي كوبي فيه كاليتي انت وزهرك. بحال دابا مثلا ناخذ هذه البياسه هذه الا خدينا هذه البياسه هذه الا مشيتي للشينوا يقدروا يديروا لك سوميله تاع 100 درهم. بغيتي سوميله تاع 100 درهم بغيتي سوميله تاع 60 درهم هذيك تاع 100 درهم كيسميوها هما الهاي كوبي ولا كي راه كتبقى مدرحه سواء كانت هاي سواء كانت لا. شنو هو البري ديال هادي اكزاكت سمحوا لي الخوت. الوغ هادي فيها سولد وفيها سولد اخر كنديرها جوبونس بلاتي نقاد الكاميرا كنديرها 119 120 ولا ديرها بروميس سولد الاولاني كان ولا ديرها 84 ولا ديرها 42. ها هي بزاف د السيريات هما مثلا هادي تيامبو كان دايره 110 ولا دايره 55 اورو. هذه كان دايره 130 اورو ولا دايره 90 اورو. هاد الجوردن راه بارطاجيتها معاكم ها هي
كان ديرة 120 ولا ديرة 84. ناقص 30% أغلبية لي موديل. دي جوردن هادي كان ديرة 130 ولا ديرة 90 أورو. الموديل هذا كنت لحتو شحال هادي دايره 120 اورو ولا دايره 84 اورو. هادشي كله اللي كنشوفو فيه الخوت راه 30% 30%. كيف قلت لكم الخوت راه بغيت غير نبارطاجي معكم باش تعرفوا الاثمنه اكزاكت ديال اوروبا مقارنه مع ديال القريعه. هذا ما كان الخوت كاين بزاف لي موديل نقدرش نبين لكم كل شيء باش الفيديو ما يجيش طويل. هادشي كله اللي كنديروا الخوت غير على قبلكم نتوما باش تدعمونا باش يوصلكم ديما الجديد. ما تنساوناش بلي لايك. كنبغي نشكر كاع الناس اللي مدعمين هاد القناه اللي كيدعمونا بلي لايك بلي كومونتير وبالبارطاج. الغرض ديالنا حنا غير باش نوصلوا لكم معلومه. هذا ما كان الخوت. خليناكم في رحمه الله. السلام عليكم.